مرحبا والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله رح نشتغل مع بعض زهره من حجب الكبير، بس حبيت اشتغل بطريقه اللي نشتغل الورق كله ونخليه ينشف تماما ثم نلونه ونرجع نركبه. انا استخدم هذه القطاعات، طبعا اللي متوفر عنده القطاعات ببساطه يرسمها على ورق كرتون مثل ما شفتوني عملت بالاوركيد. انا سبق واشتغلت الورق، بس راح افرجيكم واحده طريقه الشغل. طريقه الشغل جدا سهله. مثل دائما نفرد العجين، ما نقطعه بالقطعه. انا لاني راح اشغل ورقه بس راح اخذ هذا هلا، يعني احميه، ما راح اخليه ينشف. ببساطة احطه تحت كاس مقلوب. اوكي، راح اخذ هذه القطعة. طبعا هذه الحركة دائما نعملها لحتى نعم الاطراف، لانه بتعرفوا لما يكون مقطع نحرك القالب شوي فتصير هذه الحواف تصير سميكة شوي، لهذا نحن نعمل هذه الحركة. هلا شو راح اعمل؟ راح اضغطها على القالب. اللي ما عنده هذا القالب بكل بساطة يخططها باي عود. اوكي، هذه هي. هلا شو راح اعمل؟ راح اجيب القلم، يلا ملك الحمد. خلاص هذه هي. انا هلا اتاكد انه اجي لهذا الطرف واخليه زي كده، لانه هذا اللي بعدين راح نرجع نغرسه بقطعه عجين لحتى نشكل الزهره. هلا شو راح نعمل؟ راح اخذ هذه الاشكال اللي عندي هنا احطها تنشف بهذا الشكل. حلوه هذه الملاعق، جدا عمليه لما نكون نعمل الورد. اوكي، هذه هي. طبعا انا هذه المجموعه كلها اشتغلتها، حطيت من اصغر قالب 5 ورقات، اللي اكبر منه 7، واللي اكبر 9، واللي اكبر 10. دائما نعمل الاوراق بزياده شوي. انا راح اخلي هذول على جنب ينشفوا، وهلا راح نشتغل قلب الزهره. طبعا قلب الزهره ممكن نعمله بشكلين، انا اشتغلت 2 بس راح ارجع افرجيكم اياهم. مثل ما انتم شايفين ممكن نشتغل بهذا الشكل، اوكي، ممكن نشتغل هذا، بس هذا لساتي ما خلصته فانا راح اخلصه معكم. راح نبتدي بهذا الشكل، هو جدا سهل. طبعا انا اشتغلته من الاول لانه لازم يكونوا ناشفين. كل اللي نعمله اننا نجيب كرة عجين وناخذ السلك حقنا مثل دائما نلف الراس. انا عندي هون سلك جدا سميك، طبعا مو لازم تشتغلوا بهذا القياس، بس انا ما لساتي ما قدرت اروح اشتري سلك، لهذا جالسة اشتغل بهذا. اوكي، نغرس هذه هنا بهذه الطريقة، بس نحاول نخليها من فوق مرتفعة شوي، يعني ما هي كورة دائرية. اوكي، بهذا الشكل. هلا نجيب مقص، والمقص الافضل اننا نحط عليه اي مادة دهنية شوي لحتى ما يلصق معنا بالعجين ونحن نقطعه. اوكي، هلا راح امسكها من الاسفل واقط زي كده. هو الموضوع جدا سهل. بعدين اجي بين كل واحدة وواحدة كده واقطع، دايما اجي بين كل واحدة وواحدة واقطع لحتى اوصل لراس قطعة العجين. طبعا هذا اسهل قلب ممكن تشتغلوه، سهل وسريع. اوكي، هذا هو. بعدين شو راح اعمل؟ بجيب اصبعي بحاول انزل بعض منهم زي كده، يعني ما اخليه كده مجمع، بس شوي اخليهم مايلين. اوكي، هذا هو، هذا اخليه ينشف. او ممكن نشتغل القلب بالطريقه الثانيه اللي هي هذه، بس هذا الان انا راح اكمله معاكم. اول شيء عملته اني اخذت قطعه عجين وثبتها بالسلك بهذا الشكل. اوكي، بعدين بجيب السكين ونقسم بهذه الطريقة ل8. اوكي، ونخليها تنشف تماما. ثم نجيب قطع عجين، راح نعمل هذه الاشكال الصغيرة
هذه لكل نعملهم ان ناخذ قطعه صغيره مره من العجين وعلى طرف الاصبع زي كذا نعمل طرف اسمك من الثاني. اوكي اشتغل معاكم واحده ثانيه، قطعه عجين جدا صغيره وطرف اعرض من الثاني. طبعا اشوف ادم بعد ما اعمل هذه الاشكال، لازم استنى عليهم ينشفوا شوي. راح اخذ هذا الراس، اوكي راح احط وراه شويه غره زي كده. ثم راح ابتدي اثبت هذه القطع. نحن راح نعمل دورين، بس الدور الاول يكون قصير والدور الثاني يجي اطول منه. يطلعوا معي بهذا الشكل. انا عندي البانس، خلوني اشوفه، لانه لما اشيل القطعه احطها على الساق فبيصير اي قطعه ثانيه احطيها تلصق على ايدي. بس البانس سبحان الله لما يكون واحد محتاج شبك فما راح يبين. هنا بعد ما لصقت اول دور مثل ما انتم شايفين، هلا رح لصق الثانية، بس الدور الثاني مثل ما بين هنا بيكون اطول من الاولان شوي. هو حلو اننا نستنى على هادو ينشفوا، بس انا جالسة اشتغل بسرعة فرح اشتغلهم مباشرة فوق بعد، ما رح استنى. اوكي هلا رح اجيب الدور الثاني اللي حجمه اطول شوي. طبعا مي كل وحده وحده احط وحده، انه هنا مثل ما انتم شايفين انا عندي شوي فراغ بيناتهم، هذا لحتى نلاقي سهوله باننا نركب القطعه الثانيه اللي حجمها اطول. هذا تي 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 انا رح استمر بهذه الطريقه ونرجع نشوفه لما اخلص. هذا هو الدور الثاني بعد ما خلصته. طبعا احنا ما بنركبهم بيكونوا نفس الطول، وانا ما في اختلاف بالطول شوي، بالاخر نحاول نجي ونجمعهم زي كده شوي. عندي العجينه لانه ابتدت تنشف فما رح تتجمع عندي بسهوله، بس يعني احاول معاها. ثم اخر شيء اجي لفوق، اوكي هذه وحده طاحت، احط عليها طبقه لصاق من فوق لحتى اتاكد انه راح تثبت كل هذه العروق مع بعض. اوكي خلاص هذه راح اخليها تنشف تماما، وايضا ينشفوا الاوراق تماما، ونرجع ان شاء الله لحتى نشوف طريقه التلوين والتركيب. اوكي هذا هو القلب مثل ما قلت لكم، عندكم الحريه تختاروا بين هذا وبين هذا، والاثنين بيطلعوا حلوين. يلا الله يسعدكم يا رب، ونلتقي مع بعض ما ينشف شغلنا. هذا هو الورق كله نشف معي مثل ما انتم شايفين، حتى الرؤوس هذه هي نشفت. هذا الراس اللي شفنا طريقته هو نفسه اللي استخدمته في هذه الزهره، بيعطينا شكل حلو لما نحطه في مختلف اشكال الزهور. انا لا، انا اليوم راح استخدم الراس هذا. طبعا نحن ممكن نركب بطريقتين، ممكن بواسطة اللصاق وعجينة السيراميك، او بواسطة مسدس الشمع. بس مسدس الشمع لازم نتأكد من كل ورقة مكانها وين حطيناها، لانه اذا نشفت خلاص ما نقدر نرجع نعدلها. لهذا بالنسبة للمبتدئين خليكم بهذه الطريقة احسن. رح ناخذ قطعة عجين بهذا الشكل. انا افضل احط قطعة عجين كبيرة، لانه بعدين اذا فضل عندي الزيت اقدر اقصه من وراء الزهرة، بس اذا كانت العجينة صغيرة صعب علي شوي انه اضيف عجين ويطلع شكلها حلو ومرتب. كل رحمة لألا رح اغرس هذا القلب كتير منيح بجوات قطعة العجين بهذا الشكل. اوكي هلا شو راح اعمل؟ راح اجيب اصغر دور اللي هو هذا، يا الله، وراح ابتدي احط هذه الاطراف اللي قلت لكم لازم نعملها بالزهره. هي نحطها باللصاق الابيض ثم نشكها في الزهره بهذا الشكل.
طبعا احنا هنا عندنا الخيار، اما نحطهم زي كده واقفين او نحط الورقة ممدودة. انا احب القلب يجي واقف شوي وهي نازلة الزهرة والورق يمد معي لحتى تعطيني شكل حلو. طبعا احنا ممكن بعد ما ينشف الورق تماما معنا ممكن اننا نلونها او اننا نشتغل بهذه الطريقة، نركبها ونخليها تنشف تماما ثم نرجع نلونها، وهي الطريقة اللي راح تشوفوها معاي. هذا اول دور ركب معاي. هلا شو راح اعمل؟ راح ادفع العجينة شوي لحتى يصير عندي هذا المكان اعرض من فوق لما ركبنا اول دور. راح اجيب الدور الثاني لحتى ما يلخبطوا معاي. هذه من هذا الدور، اوكي هذا الدور الثاني. راح اجي بين كل ورقة ورقة واغرس ورقة، بس هالمرة راح احاول احطها نازلة عن الورقة الثانية الاولى. اوكي بين كل ورقة 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 بهذا الشكل، تمام. هذه هي، ما بعرف اذا بتبين عندكم مزبوط ولا لا. بين ورقة ورقة ونغرس بهذا الشكل. هذه الوردة ما شاء الله يجي حجمها كبير اوكي. انا مثل ما خبرتكم طلعت يعني عندي مشكلة بالعجينة السيراميك اللي عندي، بتنشف تماما مع ذلك بتفضل طرية مثل ما انتم شايفين. فلهذا لما اغرسها، لانه العجينة اللي تحت طرية فبتلف معي، هذا عيبها. بس شو بدنا نعمل، خلاص نصبر نحاول نركبها وخلاص. اوكي هذه هي. هلا شو راح اعمل؟ بنفس الطريقة راح احاول ادفع العجين كده. لهذا قلت لكم حاولوا تحطوا قطعة عجينة اكبر، لانه كل مرة نحتاج انه هذه اللفة تكون اكبر من الدور الاول. هلا راح نجي للدور الثاني، نفس الاول بين كل واحدة وواحدة. خليني هذه حجمها طالع اكبر شوي، اشتغل بغيرها. بس ان شاء الله يا رب تنشف معاي وتفضل باسكة كتير منيح، ما تطرى العجينة وترجع تطيح لانه عن جد كارثة الواحد يتعب بالاخر، يروح شغله كله على الفاضي، مو حلوة صراحة. بس يلا مو مشكلة اذا صارت، شو بدنا نعمل. اوكي هلا انا ثبتت ثالث دور من هذا الاول الثاني والثالث، هلا راح ثبت اخر دور. طبعا انا فيني احطها كده ما في اي مشكلة، ما يضر. اوكي هلا ارجع ادفع العجين زيادة ثم نجي نركب اخر دور. بحاول ادفع العجين شوي اكثر. اوكي انتوا مثل ما انتوا شايفين انا مشيت بنفس عدد الورق في كل الادوار، لانه عندي الورق حجمه مختلف فباين الفرق بينه. في بعض القوالب بيكون تقريبا حجم الورق نفس الشيء، فبضطر انه من دور الى دور اضاعف عدد الورق، بس انا لا، انا ما احتجت اضاعف هون، يعني ماشية بنفس العدد. المهم انه بين كل ورقة ورقة ونحط ورقة مثل ما قلت. اوكي هذه الزهرة طلعة عملاقة وين غدها؟ تعرفوا انه هذه الورود اللي اشتغلها كلها اركنها بالجراج عندي. تسمعوني اقول الجراج، انا في عندي غرفة بالجراج وحاطة فيها الماتريال حقي، لانه بعد ما اجى الاستاذ ادم استعمر غرفتي اللي كنت حاطة فيها اشيائي، فخلاص حطيتها غرفة العاب لإله، اخذت انا الجراج. اوكي هلا لانه السلك طويل خلوني اقص شوي لحتى اقدر اوريكم الزهره من تحت. اوكي هذه هي، مثل ما قلت لكم هذه زهره عملاقه ما شاء الله، يطلع حجمها جدا كبير. هلا شو راح اعمل؟ لانه لما كنت اشتغل كانوا اوقات بينزل معي الورق، فبرجع اجمع يعني اعدل مكان الورق زي ما انا حابه. اوكي زي كده. شايفة انا ممكن اضيف هنا ورقة
ما عجبتني. لا ما يحتاج، خلاص بس هو كده. هذه هي طبعا، هذه نخليها تنشف تماما. اوكي انا عندي الاضاءة هون فما بتبين معاكم. نشوف صارت ظلمة. اوكي ما مشكلة. طبعا هذه راح نستنى عليها لحتى تنشف عجينة السيراميك اللي عندنا من ورا. هذه طبعا انا هنا قبل ما احطها تنشف لازم اعمل شيء، راح اجيب مقص. طبعا ما راح اخليك لهذا العجين، بجيب مقص وقطع قطع الزايد بهذه الطريقة. يعني عادي نقطع، المهم اننا ما نلمس الورق. هيك نحاول انه ما نسيب شكلها منه حلو، لحتى بالاخر اذا حبينا نعمل ظهر الزهرة بيطلع شكلها حلو مرتب. اوكي خلاص. اوكي هذه راح اسيبها تنشف وان شاء الله نرجع نشوفها مرة ثانية ونشوف طريقة التنوين. الله يسعدكم يا رب، وثانك يو، باي باي.